بيناتهم المذاق، المذاق ديال الرومي بوحدو والمذاق ديال البلدي بوحدو. هذا البلدي كيتكل مع الزيت العود، مع الخبز، مع الفطور ديال رمضان، مع كل شيء. وهذا راه بوحدو كيدير مع الشلاضه. هذا هو الفرق اللي بيناتهم. هذاك حلو، هذاك مسوس كيترقد في الماء، هذاك هذا كيترقد طبيعي. بالنسبه للخضره كاين اللي كيبغي هذا مسلله، فهمتيني، على المذاق الطريقه بلديه، وهذا راه رومي، فهمتيني، كل واحد والمذاق ديالو. وهذا راه كيدير مع الدجاج، مع الحوت، مع كل شيء. هذا كيتسمى باناشي، هذا اللي كتسمى باناشي، كتدخل شويه شويه، كاين اللي كيعمرو مع البطبوط، فهمتيني، وكاين اللي كيديرو مع الكسكروطات بوحدو. هذا فيه لي زيبينار والربيع والثومه، هذا فيه الحار والعطريه، هذا فيه الحار والعطريه، فيه زيت العود وفيه الكمون وفيه الزعتر ديال الشلوح وفيه كل شيء. رمضان على حسب، كاين هذا الباناشي هو اللي كيطرش في رمضان، والزيتون طحن والزيت العود والخليع وعملو زيت ارقان ولا هنا خضره كيتمشى الاحمر وبلا عظم، كيدير على حسب الدجاج. الدراري كياخذوا هذا المقطع، وكاين اللي كياخذوا داك الزيتون السلايس مقطع، كاين اللي كيتشرم لهم. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.